بناتي أبنائي، اليوم بغيت نتكلم معكم نتوما اللي غتجتازوا امتحان البكالوريا هاد السنة. أول حاجة ما تنسوا تجيبوا معكم الاستدعاء الخاص بالامتحان، هو وبطاقة تعريف الوطنية وطبيعة الحال الأدوات ديالكم وفقط الوثائق المسموح بها. وما تجيبوا معكم لا تليفون لا أي جهاز إلكتروني، لأن قانون زجل الغش غيتطبق بصرامة. ولأن الصحة قبل كل شيء لازم تلتزموا تعليمات السلامة والوقاية الصحية. كيفاش؟ نهار الامتحان التحقوا بالمركز ساعة قبل بداية الاختبارات باش نتفادوا الزحام والاختلاط. وما نسالموا ما نتعانقوا مع أصحابنا، نديروا الصف عند الدخول ونخليوا مسافة مترو على الأقل بيناتنا. نعقموا الأحذية ديالنا عند مدخل مركز الامتحان، ونعقموا يدينا أيضا بالسائل الكحولي اللي غتوفروا الإدارة، ونستعملوا الكمامات بشكل مناسب واللي غادية تكون كذلك متوفرة. نتأكدوا من قاعة الامتحان اللي عندنا ونمشيو لها مباشرة حسب التشوير الأفقي والعمودي اللي كيبين لنا مكانها، مع احترام مسافة الأمان من اللي نبغيو ندخلوا لها. داخل القاعة نجلسوا في المكان المحدد لنا في الاستدعاء، وما تبادلوش الأدوات مع المترشحين الآخرين لتفادي أي عدوى لا قدر الله. بعد انتهاء الاختبار نسلموا أوراق التحرير ونقعوا بالقلم الخاص ديالنا، ونغادروا القاعة مع احترام مسافة الأمان، ونتفادوا أي تجمع في الساحة أو خارج مركز الامتحان. نحميو راسنا ونحميو الآخرين ونخدموا بجدية باش نكونوا جميع في موعد مع النجاح. وبتوفيق الجميع.